يمكن أن نتخلص من هذه الأغراض التي لم نعد نريدها. روزي، ما الأمر يا رومبا؟ أتريد الاحتفاظ بشيء؟ روزي، روزي، رومبا، هل أنتما بخير؟ نعم، نحن بخير، أليس كذلك يا رومبا؟ هذه الأغراض جميلة جداً. احتفظي بها، نتخلص من هذه الأغراض، لم نعد نحتاج إليها. حسناً، شكراً. من المؤسف التخلص من أغراض قد تكون ما تزال مفيدة. مفيدة؟ إنها مجرد نفايات. ولكن نفايات شخص قد تكون كنزاً بالنسبة إلى غيره. أنت محقة، شكراً يا أرزة. روزي! مرحباً يا كرز. تصنع سيارة سباق؟ سيارة سباق؟ هل تبدو هذه سيارة سباق؟ سنضع هذه الأكوام في بيت اللعب حتى يختار كل ما يريد. تقولون أكوام؟ أنا عندي أكوام وأكوام، اتبعيني يا حبات البلوط. مكان لإعادة التدوير، فكرة جيدة يا روزي. أزرار؟ أغطية زجاجات؟ أكثر سريع، تلوت تلوت رم رم رم. كاد الكيس أن يمتلئ يا بلوطات. كاد يمتلئ. أين أضع إذا باقي نفايات؟ ربما علينا أن نجد طريقة لنجمع نفايات الجميع. فكرة جيدة أخرى. شكراً يا فكري. أصداف؟ خرز؟ أزرار لامعة؟ المئات منها، هل تحتاجين إليها كلها؟ فعلاً. إنها تحتاج إلى فسحة كبيرة. أوبس. حسناً، سأختار أشياء لمجموعة النفايات، ولكن من قد يرغب فيها يا بلبلة؟ أنا متأكدة أن أحداً منهم سيجد فيها فائدة. سألقي نظرة يا بلبلة، أظن أن عندي نفايات قليلة أستطيع التخلي عنها. ليس بقدر ما عندك كرز، انظر. هذه ليست نفايات، إنها قطع غيار، أحتاج إليها لخطتي. أي خطة؟ ماذا ستترك لنضيفه لمجموعة النفايات يا فكري؟ أحب أن أساعدكم يا بلبلة، لكن نحن ليس عندنا ما نتخلى عنه. بلى عندكم، أوراقكم تتساقط في الشتاء. صحيح، لكن الأوراق تذبل في الأرض وتصبح غذاءً لنباتات أخرى، فلا يضيع شيء. ليتنا نحن مثل الأشجار يا رومبا. نعم، لكن الأشجار تختلف، لا نحتاج إلا إلى نور الشمس والماء والنسيم اللطيف. نحن نحتاج إلى عربة للنفايات، فقد حان وقت التجميع. لا تهتمي يا روزي، سأطلب المساعدة. ولكنك تحب تصنيع الأشياء. آسف يا رومبا، أنا منشغل، وهذه العربة فكرة مملة. ما رأيك في عربة خارقة بمحرك أسرع من الصوت للنفايات؟ أحب عربة النفايات يا كرز. إنها خارقة أم
بمحرك سريع. مهما كان اسمها إنها رائعة. لا تنسى أن تحضر نفايات بينون. أظن أنني سأحتفظ بهذا الخشب، لابد أنني سأحتاج إليه. تشجع يا بينون، إن كنت استغنيت عن أشياء فأنت ستقدر. ربما سيبدو بيتي أجمل من دون هذا الخشب. لكن العربة لا. لنأخذ كل الأغراض إلى بيت اللعب. يوه، نجحنا. ياهو، أعرف أن عندي شيئاً إضافياً، ريشاتي القديمة. لا، انظروا. ما هذا؟ العربة أصبحت كومة نفايات. آسفة يا كرز. هيا لنجد مكانا مناسبا لتخزين هذه الأشياء. ما أكثر هذه الأغراض؟ ليست مشكلة، نفايات شخص كنز لغيره يا رومبا. كل يختار ما يعجبه. تعالوا لبلبلة. لا 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 لا. رائع. أهلا يا سيد روبوت. أمسك بهذه يا بينون. دوري. أريد أن ألعب أنا أيضاً. آسف يا روبوت، لم يكن خطأي، إنها الأكوام، لقد أوقعتني. ما زال لدينا الكثير من البقايا. سيكون علينا أن نرمي بعضها. سيكون أمراً مؤسفاً لنصنع المزيد من الأشياء المميزة. لكن الجميع أخذوا الأشياء التي يريدونها. ليس الجميع، بقي فكري. فكري شجرة، الأشجار لا تحتاج إلى شيء إلا الشمس والماء والنسيم اللطيف. أنا عندي فكرة مدهشة. يا سلام، ما هذا؟ أهلا يا فكري، لدينا هنا شيء. شيء متميز جدا. لتراه. مستعد؟ ليس تماما، ولكن هيا. نعم. لم أرى شيئا في حياتي كهذا من قبل. ما هذا؟ إنها مصنوعة للريح يا فكري. أو هي عربة خارقة. محركها أسرع من الصوت. العجلات كانت لي. إنها مثلك تماماً يا فكري، لا تحتاج إلا إلى الشمس والماء والريح. لم نرمي أي شيء. أرأيت؟ مثلك تماماً. حسناً، شكراً. إنه أروع شيء رأيته في حياتي كلها، سأحافظ عليه. أرزا قالت إن نفايات شخص هي كنز للغير، سنريها ما صنعنا أيضاً. نعم، يجب ذلك، ولكن ليس الآن. لن أشبع من مشاهدته. صار المكان أوسع دون الأكوام. آسفة يا رومبا، لا مكان لك هنا. ماذا؟ ليلة هانئة يا رومبا. أنت مضحكة يا روزي. رسالة في زجاجة. الجو حار للغاية
ذلك سوف يسعد الجميع لأننا سنوصل طلبات عصير التوت. الجو شديد الحرارة، لكن لحسن حظكما عصير توت روزي وكرز وصل بالفعل. شكراً، هذا أفضل. سنجمع الزجاجات الفارغة ونتحرك لتوصيل الطلبات الأخرى. علينا أن نفترق. سأذهب إلى القنادس ثم إلى بلبلة. سأوصل باقي الطلبات. من يوصل الطلبات أولاً هو الفائز. وداعاً. شكراً لكما. الحرارة شديدة، هذه نسمة لطيفة. نعم، لكن هذا متعب. نحن نحتاج مروحة كبيرة، وأعرف بالتأكيد من يمكنه أن يساعدنا في بنائها. أهلاً ميت. أهلاً نت. كنت أخبر بطة منذ عدة أيام عن مدى براعتكما في بناء الأشياء. هناك شيء يمكنكما بناءه لأجلنا. يمكننا بناء أي شيء يا نت. بالطبع يا ميت، يمكننا. أخبرانا ماذا تريدان أن تبنيه، وسوف نبنيه لأجلكما. عظيم، رائع. واو. واو واو واو. فلأجرب السير إلى الخلف. لا بد أن أخرج منها وأدفعها. النجدة، النجدة، ساعدوني. لا لا لا. ما رأيك؟ نعم، أظن أن هذا يصلح. أوه، أنتما تريدان أفضل المواد لبنائها، أليس كذلك؟ ترى ما هذا؟ رسالة في زجاجة. شخص يلوح بيديه وتل فكري. أتساءل من أرسلها. سأتوجه إلى تل فكري حين أنتهي لأرى الأمر. شكراً يا روزي، جعلني العمل أعطش. أنت محق، أراك لاحقاً يا بينون. وداعاً. وداعاً. الآن إلى شراب منعش من عصير التوت. ها؟ رسالة؟ هذا غريب، لابد أنها رسالة من روزي. يبدو أنها تريدني أن أقابلها عند تل فكري. حسناً، سأذهب حين أنتهي من عملي هذا. كدت أنسى، لابد أن أملأ صندوق تفاح لأجل رومبا. كيف تعمل من فضلكما؟ بالطبع، ندير هذا المقبض و... فهم. نسمة باردة تندفع إلى هنا. جميل. لا تتوقف. نعم، هذا جميل. أجل، أسرع قليلا، أسرع قليلا. أهلا يا رومبا، أحضرت لك صندوق التفاح. شكراً يا بينون. يا إلهي، أنا في غاية العطش. أتمنى أن تأتي روزي سريعاً بعصير التوت. إنها لن تتأخر بالتأكيد. أراك لاحقاً. إلى اللقاء. هذا غريب، يريد مني لقاءه عند تل فكري لاحقاً. هذا غريب. أهلاً
روزي. أهلا رومبا، ها هو عصير التوت. أوه أشكرك. يجب أن أعطي الزجاجات الفارغة للين، تحتاجها لإنهاء التمثال الذي تصنعه. حسنا، أراك لاحقا. ماذا؟ ماذا حدث للهواء؟ لقد أسعدنا بناء مروحة لكما، لكننا لن نديرها أكثر من هذا. لكننا نشعر بالحر، ونحن أيضا سوف نرحل. أهلا لين، أتيت لك بزجاجة عصير توت شهي. أشكرك يا روزي، والكثير من الزجاجات الفارغة لتمثالك، إنه يبدو رائعا. شكرا لك. أراك لاحقا، وداعا. هذا غريب، لابد أنها من روزي، تريد لقائي لاحقا عند تل فكري. ترى ما السبب؟ ولكن الجو أقل سخونة في الظل هنا يا فكري. ما هذا؟ يبدو أنه يوجد من سيتقابل هنا. لست من أرسلها. من أرسلها إذن؟ لست أنا ولا أنا. إذن من منكم أرسل رسالة؟ ظننت أنك من أرسلها. وأنا أيضا ظننت أن بينون أرسلها. إذن لا أحد هنا أرسل رسالة. لست أنا. لم أرسلها. إنه أمر غريب. وأين كرز؟ لابد أنه وصل الطلبات كلها. كلا لم يفعل، أنا لم أحصل على زجاجتي من عصير التوت، وأنا أشعر بالعطش الشديد. دعيني ألقي نظرة أخرى عليها، إنها متسخة قليلا، سأحاول أن... إنها حوامة كرز، غرست في الطمي، لابد أنها رسالة من كرز. انظروا، السهم يشير إلى سد القنادس وليس إلى تل فكري. أسرعوا، علينا مساعدته. نعم، كانت الرسالة مني، صرخت طلبا للمساعدة لكن لا أحد سمعني، لذا رميت بالزجاجة في جدول الماء. حسنا، لقد وصلت المساعدة، هيا جميعا فلنصطف وندفع. هيا فلتدفعوه. هل تلعبون في الطمي؟ بل نحاول مساعدة كرز، فهو عالق. عالق في الطمي؟ نحن لا نعلق أبداً في الطمي يا نت. ما تحتاجونه هو وضع الكثير من الأغصان والفروع تحت العجلات كي تخرج من الطمي. الآن من الذي نعرفه ولديه الكثير من الأغصان والفروع؟ هذا سيفلح بالتأكيد، أدر الحوامة الآن. زجاجات عصير توت منعش للجميع، فليحيا مات ونت. شكراً على بناء المروحة، ونعتذر لإتعابكما في تشغيلها، أعتقد أنه قد حان دوركما لترتاح الآن. رائع، الجو أقل حرارة الآن. انظري، رسالة في زجاجة. ما رأيك في تناول زجاجة أخرى من عصير التوت يا روزي؟ نعم، من فضلك يا رومبا. لكنني قصدت أن تحضري أنت واحدة يا روزي، لكنه دورك يا رومبا. حسنا. شكرا يا رومبا، يسعدني أن الرسالة وصلت. لين والدببة الأربعة. هيا أرجوكي،
أرجوك يا روزي. اهدأ يا رومبا، ألا تراني مشغولة؟ أرجوك يا روزي، سأبهر الجميع، أرجوك. حاضر، سأعطيك دور أحد الدببة. نعم، سأكون نجمة المسرحية. سنرى، أين كنت؟ أي واحد؟ ماذا تعني يا رومبا؟ أي دب أنا؟ الدبة الأم؟ ها، رائع. هيا من جديد. روزي، ماذا الآن يا رومبا؟ أظن هذا لك. شكرا، والآن دعني أنهي مسرحيتي، وإلا لن تكون دبا أو نجم. لم تسمعي لي صوتا. أوبس، آسف. انتهيت، كتبت المسرحية. شقراء والدببة الثلاثة. واو، أحسنت يا روزي. ماذا تقول الدبة الأم؟ لنبحث عن بقية الممثلين أولاً. ممثلون غيري؟ بالطبع، هناك الدب الصغير والدب الأب و... نعم، والشقراء والذئب. لا ذئب في مسرحيتنا، لحسن حظك. ها، هل أنتم جميعاً سعداء بأدواركم؟ نعم، صحيح، دور الراوي على مقاسي تماماً يا سادة يا كرام. هذا ممتاز يا فكري. بينون، أنت الدب الأب. حلمت دوماً بتمثيل دور الدب. كرز، ستكون الدب الصغير. أوه، هل هو صغير جداً؟ نعم. ولين، أنت شقراء. أحب أن أكون الشقراء اللطيفة يا روزي. انسي هذا، شقراء ليست لطيفة، إنها فوضوية. لا أريد أن أكون فوضوية. وحبات البلوط، ستكونون الجمهور. العبي بعيدا الآن كي نتدرب على العرض. لماذا تفعل هذا دائما؟ والآن يا فكري، هيا نبدأ التدريب. كان يا مكان، كانت هناك فتاة اسمها شقراء. أحب هذه القصة وأحب هذه المسرحية. ما هو دوري؟ لم يبقى لك دور يا بلبلة. كيف؟ أنا ولدت لأكون ممثلة. تحت هذا الريش تكمن نجمة كبيرة. انتظري يا بلبلة، يمكن أن تقومي بشيء آخر، صحيح يا روزي؟ ماذا؟ بالطبع، يمكنك أن تقومي بالمؤثرات الصوتية. مؤثرات صوتية؟ ما هي؟ مثل طرقات الباب، رفرفة العصفور. لا. لا باب ولا عصفور، أنا ممثلة محترفة، أتفهمون؟ ماذا لو أصبحت مديرة المسرح؟ بمعنى؟ بمعنى أنك المسؤولة. ولدت لأكون مسؤولة أيضا. جيد، إذن دربي الممثلين وأنا سأذهب لإحضار الملابس المناسبة للعرض. تمام، ها هي ثلاثة صحون وثلاث ملاعق وبقية الكراسي. أتمنى أن ترضى بلبلة، كانت تبدو حزينة. هيا يلي. يا له من منزل جميل، أنا متعبة جدا و... لين لين لين، ارفعي صوتك أكثر. آسفة يا بلبلة. اسمعي وركزي. أوه، يا له من منزل جميل. أرأيتي؟ أصرخي من داخلك. حسنا. يا له من منزل جميل. لا، ذاك ليس الدب الصغير، هذا هو الدب الصغير. غوغي غوغي
أرجوه، ترى من الذي ينام في سريري؟ واو يا رومبا افهم، الدبة الأم تضع أحمر شفاه لأنها سيدة. لن أضع هذا أبداً، وأنا أيضاً لن أصرخ، وأنا لن أبكي كالأطفال ثانية. بل ستفعلون ما طلبت لأنني أنا المسؤولة. لكن نحن نلعب يا بلبلة. بينونة على حق. إذن أنا أنسحب من اللعبة. مرحباً جميعاً، كيف حال التدريبات؟ بصراحة ليست جيدة. أين بلبلة؟ رحلت. لم تتوقف عن إصدار الأوامر، جعلتني أبكي كطفل رضيع. أو يا خبر. اسمعوا، أيمكنكم تجهيز المسرح للعرض؟ علي التحدث مع بلبلة. بلبلة، ها أنت، لماذا تبكين؟ لا أحد يحبني. هذا ليس صحيحا، هم لا يحبون أن تصرخي فيهم. أنا آسفة، كنت فقط أحاول أن أشارك في المسرحية كممثلة. بل أنا الآسفة، لم أكتب أدوارا كافية للجميع، إنها غلطتي. بل غلطة شكراء. لماذا دخلت منزل عائلة صغيرة؟ ثلاثة دبابات لا تكفي. لقد أصبت يا بلبلة، ثلاثة فقط لا تكفي. إلى أين تذهبين يا روزي؟ ستعرفين. قابليني عند التالة. مسرحية متى تبدأ؟ كوميدية، سنضحك نضحك. أريد حلوى. أيها الجمهور، نرحب بكم، سيبدأ العرض قريبا جدا. أين روزي؟ طلبت مني أن آتي إلى هنا. سأبحث عن روزي حالا. روزي. ترى. ما هذا يا روزي؟ قررت أن نمثل مسرحية مختلفة يا رومبا، مسرحية لين والدبابة الأربعة. تعال. أربعة دبابة. وقال الدب الأب: من الذي كان نائما في سريري؟ كذلك قالت الدبة الأم: من كان نائما في سريري؟ وقال الدب الصغير: جوجو، ترى من كان نائما في سريري. أوه نعم. وقالت الدبة الجدة: من كان نائما في سريري؟ أنا، إنه أنا. نعم، اسمها الفارس رومبا والتنين. أوه، وما قصتها؟ واو، القصة عن الفارس الشجاع والوسيم رومبا الذي ينقذ الأميرة من التنين المخيف العنيف الشرير ويطير بها إلى قصره الجميل. واو يا رومبا، تبدو رائعة جداً. أتخيل أنني أميرة بشعر طويل ناعم وشامة فوق خدي. النجدة النجدة، أصرخ فتأتي أنت فوق حصانك السريع وتنقذني. هذا رائع، سأكون رائعة في دور الأميرة. أوه أنا آسف، جعلت لك دور التنين. التنين؟ بل التنينة يا رومبا. أنا التنينة روزي. الممرضة لين. يا له من يوم جميل يا رومبا. رومبا، ما المشكلة؟ الممرضة لين قادمة.
لا تدعيها تلفني بالأربطة أو تضع اللصوق على ركبتي. لن أقول ثانية. مسكين يا رومبا. لا بأس يا كرز، أنا هنا. كلي، أين مكان الألم؟ لا تقلقي يا لين، أنا بخير. لين تحب أن تكون ممرضة، صحيح يا رومبا؟ لا، إنها قادمة إلى هنا. لا يويو قبل أن تتحسن يا رومبا، والقفز أيضا ممنوع يا رومبا. حسنا يا ممرضة لين. أصبحت بارعة في لعب دور الممرضة يا لين. شكرا يا روزي، كم أتمنى لو لم يكن لعبا. أتمنى أن يكون عندي مريض، شخص أعتني به فعلا. لا بأس يا زهرة دوار الشمس، لا تحزني هكذا. أوبس، آسف. حركة بارعة يا بينون. ألا ترى أن عليك أن تتمهل وأنت على المزلاج؟ قد تصاب بأذى. مستحيل، سأسجل رقما قياسيا. الوقت الأسرع من تلة فكري إلى بيت روزي. هل تود أن تراني؟ لا شكراً، لدي عمل آخر أهتم به. أنا قلق على زهرة دوار الشمس، إنها تبدو كئيبة باستمرار. أرجو أن تكون بخير. اذهب بها إلى روزي، هي ستتصرف. هيا بنا، سأتدرب على حركاتي. وهي هوب أوبس. أو ابقى مكانك يا رومبا، أنا هنا. لا بأس، أنا بخير. ظننت أنك ستكون المريضة الحقيقية الأول للممرضة لين. لابد أن أجد مريضا ما. روزي، لتحصل لين على مريضها يجب أن يتأذى أحد أو يمرض. نعم، وهذا ما لا تتمناه لين أبداً. انتهينا يا فكري، تحسنت. ولكن يا لين، أنا أنفي لا يشكو من أي شيء. ربما سيصاب لاحقاً، فالأنوف أمرها غريب. عشي، لقد تكسر. هل أصبت بأذى يا بلبلة؟ أنا لا، ولكن انظر إلى العش. هذا لحسن الحظ، لكن لو أصبت بأذى تأكدي أنني سأعتني بك. لن أصبح أبدا ممرضة حقيقية، فلا أناس هنا أعتني بهم. مرحبا روزي، رومبا. ليس هنا. سيصعدان إلى تلة فكري، رائع. سيشاهداني كيف أحطم الرقم القياسي. انتبه يا بينون. رومبا، هل ترى ما أراه؟ أخرجوني، هيا هيا. لا بأس يا بلبلة، سأساعدك. هل أنت على ما يرام يا لين؟ أنا لا أريد لأحد أن يصاب بأذى، ولكن أريد أن أعتني بأحد وأجعله يتحسن كالممرضة الحقيقية. كل
كلهم يعرفون أنهم إن تأذوا فإن الممرضة لين سوف تساعدهم باللصوق والضمادات، صحيح؟ نعم، هذا صحيح. أو نحن بخير. نعم، ولا أي خدش. ياي، لقد نجحت. ربما عليك أن تتدرب أكثر قبل أن تحطم رقمك القياسي يا كرز. لا داعي. استعد لضبط الوقت. أهلاً يا بينون. مرحباً يا روزي، أحتاج إلى المساعدة. إن زهرتي كئيبة وحزينة جداً، هل يمكن أن تفرحيها؟ هل حاولت أن تسقيها بالماء؟ نعم، بالكثير منه. نعم، هل كانت تحت أشعة الشمس؟ نعم، الكثير من الشمس. يهي! ربما تحتاج إلى شيء يسندها، إنها زهرة كبيرة. أصبت يا رومبا، أنت عرفت الآن السبب. حقاً؟ نعم، إنها تحتاج المساعدة، هي في حاجة إلى تمريض فعلي. ماذا؟ تمريض؟ نعم، تحتاج إلى مساعدتي. شكراً يا ممرضة لين. وبفضل الممرضة لين تحسن العش أيضاً. وأخيراً اعتنت الممرضة لين بشيء ما، فالأشياء أيضاً تحتاج إلى العناية. هيا جميعاً لنبدأ العد العكسي. هل ساعة التوقيت جاهزة؟ هل أنت مصر يا كرز؟ هيا يا كرز، انتبه جيداً. أتفهم يا كرز؟ 3، 2، 1، انطلاق. والآن السرعة القصوى. هاي كرز! كرز، هل أنت بخير؟ هل أذيت رجلك يا كرز؟ أم بطنك؟ رقمي القياسي. لا تهتم به الآن، هل تشعر بأي ألم؟ هيا ابتعدوا جميعاً، هيا ابتعدوا. هل سيكون بخير؟ سيكون بخير، لكن عليك أن تريحه طويلاً. شكراً يا ممرضتي. كرز، ماذا تحاول أن تفعل؟ سأحطم الرقم القياسي وبعدها أستريح. لن تلعب على المزلاج قبل أن يتحسن أصبعك، مفهوم؟ يبدو أن علي أن أهتم بك جيداً، اتفقنا؟ يبدو أن الممرضة لين وجدت مريضها الحقيقي. لين هنا لمساعدتنا، أليس كذلك يا روزي؟ نعم، هذا صحيح يا رومبا. أعني، لا أحد يعرف متى يحتاج إلى تضميد أو إلى لصوق، صحيح يا روزي؟ نعم يا رومبا، لا أحد يعرف. هل ستساعدني في التخلص من أربطة لين يا رومبا؟ ربما أذهب وأطلب من كرز أن يعيرني مزلاجه إلى أن يتحسن ثانية. ها يا رومبا، هيا عد وخلصني من هذه الأربطة. حسنا يا روزي، أنا قادم. عالم فكري. تعجبني بالوناتك يا لين. وأنا أيضاً، تريد أن تطير بعيداً في السماء. أعرف هذا،
لذا علي أن أمسك الخيط بقوة كبيرة. تفضلي يا لين. أشكرك يا بينون. 24 28 29. ما هذا الذي على الكرة يا كرز؟ إنها خريطة كوكب الأرض، لكني لا أعرف الأماكن المرسومة عليه. لا تقلق يا كرز، لحسن الحظ أنا حرباء كثيرة الأصفار. دعني أرى، هذا المكان المغطى بالثلج في الأعلى يسمى القطب الشمالي. حقا؟ هو أثق أنه بارد. هذا المكان الكبير يدعى أفريقيا وهو حار للغاية. أجل أجل، أنا سافرت كثيراً أيضاً. حقاً؟ إلى أين ذهبتِ؟ هنا. أوه، الصحراء الكبرى. وهنا القطب الجنوبي. نعم، مرات كثيرة. أحب هذا التل، لكن ليتني أستطيع السفر، لأن جذوري ثابتة في التربة، لن أسافر أبداً. حسناً لا بأس. أوه، كل هذا الحديث عن السفر أثار حماستي. أريد أن أذهب في مغامرة جديدة. أوه، نعم، وأنا أيضاً. يا إلهي. لقد أوحى لي هذا بفكرة. البوصلة جاهزة، التلسكوب جاهز، الشطائر جاهزة. هذه البالونات سترتفع بكما عالياً في السماء. هذا البدال سيساعدكما في اختيار الوجهة التي تريدانها، يسار، يمين، أعلى، أسفل. شكراً للجميع، انطلقنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أخيراً سأرى العالم مجدداً. المحطة الأولى أسبانيا. لا لا، أريد الذهاب إلى مصر لأرى الأهرامات. ها هما ذهبا بعيدا مسافرين. فكري يشعر بالحزن. من المؤلم للغاية أنه لا يستطيع السفر. أنا عندي فكرة يا رفاق، إن كان فكري لا يمكنه السفر فليأتي العالم إلى فكري. اتفقنا إذن أخيراً، سوف نذهب الآن لنرى سور الصين العظيم. موافقة، علينا الاتجاه إلى الشرق. ماذا تفعلين؟ الشرق من هذا الاتجاه. ها، الطيور لديها حس غريزي بالاتجاهات. وأنا لدي بوصلة، انظري إن ذراعها يشير إلى الشرق. فقدنا البوصلة. تفضل يا فكري، بطاقة سفر حول العالم لأجلك. حقاً؟ لكن كيف؟ أنت الآن في أفريقيا. أفريقيا قارة كبيرة المساحة، الكثير من الحيوانات الرائعة تعيش هناك، الزرافة الطويلة والفيل الضخم وكذلك القرود. لذيذة. توجد أدغال وصحاري في أفريقيا وموسيقى رائعة، فلنرقص على الطبول الأفريقية. روزي، إن هذا رائع، وكأنني في أفريقيا بالفعل. فلنعترف، لقد تهنا. ومن تسبب في هذا ها؟ نحتاج فقط إلى النزول والسؤال عن الاتجاهات. قد نكون في أي مكان. انتظر، إني أسمع طبولاً. وأنا أرى قرداً. آخر مرة زرت فيها أفريقيا كانت الرحلة أطول بكثير. هذا معناه أن رأيي كان صحيحاً، لسنا في حاجة إلى بوصلتك. إلى أعلى، لم أعد أريد البقاء هنا. هذا رائع، وها هو ملك الغابة الأسد. هذا مدهش.
أظن أننا سنعود إلى أفريقيا قريباً. الآن تدفأ جيداً يا فكري. محطتنا التالية المحيط المتجمد حيث القطب الشمالي. السكان الذين يعيشون هناك يبنون منازلهم من الجليد أحياناً. مرحباً. الطقس بارد في الخارج لكنه دافئ في بيتي الثلجي. واه، يصطادون الأسماك من حفر في الجليد. هاي سمكة للغداء. لم أتخيل هذا، لكن يجب أن تحترس من الدببة القطبية، فهم أيضا يبحثون عن غذائهم. احترس، إنه وراءك. أين اختفت الشطائر؟ آسفة، السفر يشعرني بالجوع. وأنا أيضا جائع جدا. علينا أن نجد شيئا نأكله في الأسفل. جليد، يا للروعة، إنه القطب الشمالي. دب قطبي، فلنطر بعيدا. المحطة التالية أستراليا. هذه الآلة الموسيقية تسمى مزمار أسترالي. أحب صوتها، تحتاج الكثير من القوة لعزفها. أستراليا موطن حيوانات الكنغر، يتقافزون في كل مكان ويحملون أولادهم الصغار في جيوب خاصة. وهناك أيضاً تم اختراع لعبة عصا الصيد. حين ترميها تعود إليك. أوه رائع. مذهل يا روزي، لم أرى شيئاً كهذا أبداً. عصا صيد استرالية؟ نحن فوق استراليا. أظن أن علينا الهبوط سريعاً لنتأكد من الأمر. نلت كفايتي، أنا لا أحب السفر. لكننا لم نهبط في مكان بعد. أريد العودة إلى بلدي فحسب. أظن أنني في غاية الجوع. هيا بنا. علينا إبطاء السرعة. أين نحن الآن؟ هذا نمر. أتمنى لو أنني لم أغادر تل فكري. بلبلة، ليس الآن يا روزي. روزي، نحن عدنا. يا روزي، لقد استمتعنا. ذهبنا إلى أفريقيا ورأينا أسداً ثم دباً قطبياً بالقطب الشمالي. أرتشي خاف قليلاً لكني ساعدته بملي من خبرة. أرى ذلك. حسناً، كنا على وشك أن نري فكري بلاد الهند. أتريدين مساعدة؟ الهند؟ نعم، أعرف كل شيء عن بلاد الهند. هذا رائع. شكراً لكم جميعاً على هذا. لقد سافرت بالفعل إلى جميع أنحاء العالم دون أن أغادر مكاني. وكذلك فعلت بلبلة. لو كان لي أن أسافر لأي مكان في العالم، أظن أنني سأختار الهند لأجل الرقص. أي بلد ستختار يا رومبا؟ مكان فيه أراجيح شبكية كي أستلقي عليها وأنام طوال اليوم. تعال معي يا رومبا، أعرف المكان المناسب الذي ستحلم فيه بكل شيء شاهدته اليوم. من يعتني بكمون؟ هيا يا رومبا، هل أقود أنا اليوم يا روزي؟
ربما المرة المقبلة. لننطلق الآن. أوه هذا ظلم، أنت دائما تقودين. 103، 104، 105. واو، هل تصنع دراجة؟ لما علينا أن نصمت؟ ولما كنت تعد يا بينون؟ إنني الآن ألعب الغميضة مع كمون. غميضة. أوه، إذن ألا يجب أن تذهب للبحث عنه؟ لا، بل نعم، أنا أحاول إبعاده عني كي أقدم له هذه الدراجة مفاجأة. انظرا. ما زلت أعد يا كمون. موزي موزي. والآن كيف سأركبها؟ سنأخذه ليلعب معنا. هل ستفعلان حقا؟ بالطبع، لن تكون هناك مشكلة، صح يا رومبا؟ لا، لن تكون هناك مشكلة. شكراً. أقابلكما عند فكري عندما أنتهي. ها نحن، يمكنك اللعب كما تشاء. أنا أسيطر على الوضع جيداً. ألوان. وصل. أوه. أصر على اللعب في الخارج. روزي، رومبا، ماذا يحدث؟ بينون يعد لكمون مفاجأة. أحضرنا كمون إلى البيت كي لا يكتشف الأمر، لكن لن يبقى عندنا بيت إذا استمر هذا الوضع. يبدو أني وصلت في الوقت المناسب. أنا خبيرة في رعاية الدببة الصغيرة. حقا يا لين. بالطبع، اسأل بوني. إذن ماذا سنفعل يا لين؟ أفضل شيء عند كل الدببة الصغيرة هو التأرجح برفق هكذا. أزوحة. اتبعني يا كمون. كمون، توقف عن هذا، بوني لا يحب الدوران، أرجحه فقط. أزوحة. بوني. بوني، هل أنت بخير؟ أزوحة. ربما التأرجح ليس فكرة مناسبة. لا بأس يا رومبا، سأوقفه الآن. أو حسناً، سأساعد بينون علّه ينتهي بسرعة. فكر جيداً، إذا كانت هذه هنا فأين مكان تلك؟ أهلا بينون، كيف حال التركيب؟ ليس سيئا، شكرا يا رومبا. ألا يجب أن تكون العجلات في الأسفل وليس في الأعلى؟ بالفعل، التعليمات ليست صحيحة. ربما هي مقلوبة فقط. شكرا يا رومبا. هل كمون بخير؟ عادة يمل بسرعة. إنه لا يشعر بالملل. لنرى هذا. كمون، إلى أين تذهب؟ بينون. لا. ما كل هذه الضجة؟ بينون يحضر مفاجأة لكمون، وعلينا إلهاء الصغير كي لا يفسد المفاجأة. كل الصغار يحبونني. انظري إلى حبات البلوط تتبعني في كل مكان. كمون ليس كالحبات، افهمي يا بلبلة. ما رأيك في كرة القدم يا كمون؟
عندي فكرة أفضل بكثير. تعال معي يا كمون. كما تريدين يا بلبلة، ناديني حين تتعبين. ها نحن المتاهة، إليك ما سنقوم به. أو لا كمون، لا 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 تقلق يا كمون، بلبلة ستطير فوق المتاهة وتعثر عليك، لا تتحرك. كمون أين أنت؟ كمون يا كمون واو يا كمون، إلى أين تذهب؟ بينون أوقف هذا الدب. أنت دب مشاغب. أخبرتك، أعرف ما يحبه الأولاد. تعال معي يا كمون. ممنوع عليك إمساك الكرة، عليك ركلها. يركل يسجل. لا لم يفعل، إنه لا يلتزم بقواعد اللعبة. أوه مسكين، الاعتناء بكمون ليس سهلا، صح يا خرز؟ لماذا تأخر بينون هكذا يا ترى؟ من يدري؟ هيا دم 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 دم. أنهينا العمل. شكرا يا رومبا. أنا متشوق لإعطائها لكمون. سأخبر الجميع أنه وقت المفاجأة. روزي، كمون، يبدو أن كمون أنهك الجميع. روزي، بينون ينتظرنا عند فكري، يجب أن نأخذ كمون ليرى مفاجأتها. أوه لابد أنني غفوت، عفوا يا رومبا. لا يمكنني الصعود إلى التلة، أنا متعبة. وأنا ماذا؟ أين أنا؟ كيف سنصعد إلى التلة ونحن متعبون هكذا؟ دعوا الأمر لي. قرص، أعطني بعض الخوذات. ماذا تفعل يا رومبا؟ تاكسي رومبا السريع سيعود إليكم حالا. تمسكي يا لين. بينون. استعدي يا كمون. هيا تفضل يا كمون، دراجاتك الأولى. دراجة. أتعرفون، أنا لم أركب دراجة يوما، ولو أمكنني لاخترت أن تكون كهذه. سباق. هيا يا روزي. ماذا تنتظرين؟ روزي، ما بك يا رومبا؟ ألم أعدك أن تقود؟ بلى، لكن ظننت أنك تمزحين. حين وعدتك لم أكن أمزح يا رومبا، ولا تنسى أنت أحضرتنا إلى التلة. بذلت مجهودا كبيرا، أحسنت يا رومبا. سباق. هيا استعدوا، انطلاق. أتعرفين يا روزي، ربما علي أن أقود أكثر. ها إلى الوراء يا روزي الآن. إن تركتك تقود يا رومبا فهذا لا يعني أن تصرخ في وجهي. عفوا كمون، انظر أين تسير. أمسك الغيمة. كم تبدو هذه الغيمة مضحكة. في الواقع يا رومبا أظن أنها تشبهك.
أهلا يا غيمة رومبا. أود أن تلعب غيمتي مع روزي. نعم، هذا سيكون رائعا. هل تمسكينها معي؟ أوه يا رومبا، لا يمكن أن أمسك بغيمة. حسنا، إن كنت لا تقدرين فسأجد من يقدر. رومبا، ماذا عن النزهة؟ رومبا، جميل. أوه يا لين، ما أجمل هذه المظلة. إنها مفيدة عندما تكون الشمس ساطعة والطقس صافياً. لكن لا أريد أن تسطع الشمس، أنا أريد المطر حتى أجرب مظلتي الجديدة. أوه، إنها للمطر. أنا سوف ألحق بتلك الغيمة. يا له من يوم مناسب لقطف الفاكهة من الحديقة. أو ربما ليس مناسباً. من الأفضل أن أسرع. حسناً، إذن هجوم. هل أساعدك يا بلبلة؟ هكذا أفضل. شكراً يا رومبا، لا أعرف ماذا كنت سأفعل لو لم تأتي. حسناً، طالما أنني ساعدتك فهل تساعدينني؟ أي نوع من المساعدة؟ أريد أن أمسك بغيمة. طبعاً طبعاً. وفكرت طالما أنك تطيرين فأنت أفضل من يمسك بالغيمة. حسناً يا رومبا، كلمة أفضل هي كلمة طالما تستعمل في وصفي. سأستخدم الآن قوة سحري ورفيف جناحي لأحضر لك غيمتك. حظاً سعيداً يا بلبلة. سألقي الآن الكلمات السحرية للإمساك بغيمة. كيولو مس نيمبو بينكي تينكو. تحاولين أن تصعبي الأمر علي؟ هيا يا غيمتي، رومبا يريد أن يراك. انزلي هيا يا غيمة. ماذا تحاول أن تفعل؟ ماذا تفعل بلبلة؟ كدت أصل يا رومبا. انتبهي. معذرة. ما هذا؟ لقد منعتني من الإمساك بالغيمة. أمسكتي بي بدلا منها. من يريد أن يطير طائرتي؟ لا شكراً يا كرز، ميزان الطقس ينبئ أنها ستمطر، علي أن أقطف الفاكهة. وماذا عنك يا رومبا؟ أنا موافق. أهلاً يا روزي. أهلاً يا لين، أعجبتني مظلتك للغاية. إنها للمطر يا روزي، أريد من الغيمة الكبيرة أن تمطر كي أقف تحتها. كلهم يحبون هذه الغيمة. طالما لا تزال فوق، إذن رومبا لم يمسك بها. ترى أين ذهب رومبا؟ هل أنت متأكد أنها فكرة جيدة؟ طبعاً، إن أردنا الإمساك بالغيمة ستغطي طائرتي بالصمغ. نعم، والآن ما أريده هو أن تنطلق على دراجتك بأقصى سرعة ممكنة، ثم تترك الباقي للطائرة الورقية. هيا، جاهز؟ انطلق. جيد، أسرع. جيد،
لقد وصلت إلى الغيمة، سوف ننجح. وهو لا أصدق، سنمسك بغيمة. كيف هو الوضع الآن؟ ليس جيدا كما كان من قبل. رامبا، فهمت كيف علق منقارك فيها، إنها ضخمة. ما هذا؟ أهلا يا كرز. أهلا يا رومبا، كيف الحال؟ هل أمسكتما بأي غايمة؟ لا، لكننا غطينا طائرتي بالصمغ ووضعناها. أنا آسف يا كرز، كنت أريد الإمساك بغايمة. لا يمكنك ذلك يا رومبا، هذا مستحيل. قد يكون كرز على حق يا رومبا. لماذا هو على حق؟ هناك طريقة لتحقيق ما نريد. من قال هذا؟ أنت. رومبا على حق، يجب ألا نستسلم. ولكن كيف يمكن لرومبا الإمساك بغيمة؟ كرز على حق، هذا مستحيل. ربما لا، دودة القز ألا تصبح فراشة؟ نقطة الماء ألا يمكن أن تصبح محيطاً؟ لم أفهم كلامك يا أرزة. كل شيء يتغير يا روزي، حتى الغيمة. نعم طبعاً، لما لم أفكر في هذا من قبل؟ شكراً يا أرزة. على الأقصاد، نرد ننزل ننزل. يجب أن تنزلي الآن على الأرض يا حبات البلوط. لدي شعور داخلي أن السماء ستمطر. رائع، على الأقل أحدنا سعيد. رومبا، رومبا، أنا أعرف كيف يمكنك الإمساك بغيمة. كيف؟ احتمي في أغصاني يا حبات البلوط، إنها تمطر. إنها تمطر، إنها تمطر. نعم، إنها تمطر يا رومبا. بمعنى؟ تلك الغيمة ما هي سوى قطرات ماء صغيرة، إنها خفيفة ولذلك تسبح في الفضاء، ولكنها أحياناً تصبح ثقيلة فتنزل في شكل مطر. إن أمسكت بالمطر فكأنك تمسك بغيمة. إذن هنا توجد غيمة، إنها غيمتي. نعم، أليس هذا مدهشاً؟ أجل، هذا مدهش. شكراً لأنك لم تستسلمي. لقد أمسكنا بغيمة. ماذا هناك يا بلبلة؟ هل رأى أحدكم كرز؟ أنا أظن أن هذه له. كرز يرد، كرز يأتي. طائرتي. ما هذا؟ آسف، أخطأت ثانية. لكنني أمسكت بغيمة، انظر. رومبا، هذا مجرد ماء. شكراً. انظري، قوس قزح جميل يا روزي. وهل ستطلب مني الآن أن أمسك لك بقوس قزح؟ لا تكوني سخيفة، هذا مستحيل. لكن أود قطعة من القمر، لأنه مصنوع من الجبن. عليك أن تكتفي بشطيرة من الجبن، تذكر نزهتنا لم تنتهي بعد. هذا كلام مفيد.